الله يعطيك العافيه. اهلا يا عم بدري، اهلين سهلين. كيفك جميل افندي؟ الله يخليك. كيف الشغل؟ عال عال كله تمام ان شاء الله. مبسوط معنا؟ صدقني يا معلمي، صرت لما اقعد لحالي احس بالملل. طمني، كيف الخطيبه؟ اذا كان في حدا مصبرني على البعد عن اهلي بتكون هي الخطيبه. الله يهنيك فيها. يهنيك على حسابنا يا ابن الكلب. شو متاخرين اليوم؟ ما هي رح روح اليوم نستعرف شو. يلا يا شباب، همي همي يا شباب. كيف رضاك علي يا معلم؟ المهم عندي الشغل التمام وتقصي لسانك وتكون علاقتك مع رفقاتك الشغيلة ومع جميل منيحة. جميل صار من أعز أصدقائي. قلنا لك غلطة غلطة معلم، وإن شاء الله ما بقى بتتكرر. هيك بدي إياك يا ابني، الله يرضى عليك. شو هالدورية هي؟ ما في بالعادة يجوا بهالوقت. راغب خبيه بسرعة. اهلا وسهلا بالشباب. اهلين اهلين، تفضلوا. شاي يا ورطان. وين جميل؟ مين جميل؟ جميل مسدي. جيتنا اخباريه؟ هو فراري وبيشتغل عندكم هون. في عنا حدا بين العمال بهالاسم؟ أعوذ بالله، معقول يا أبو أدري يشغل عنده حدا ضد الحكومة؟ شيء وكفراري وعندي شيء. أنا متعهد الخبز لجيشنا العظيم، جيش محمد رشاد اللي عم يحارب في سبيل الله. شغل عندي فراري؟ لك كنت حطيته جوات الفرن وحرقته وجعلت الله مأخره لكن بعده حرق. خلي يحترق ويموت. إيه لكان اللي بيشغل عنده فراري وخاين يكون هو كمان خاين وبيستحق الشنق. إيه لكان أبو قدري. نعم. عمال لازم يتفتش، لازم شوف تذاكر. إيه شو عليه؟ العمال كله لهون. الكل يورجي التذاكر لحضرة شاويش. يلا كله تمام. هدول كل عمال عندك؟ اي نعم. ما في حدا غائب؟ لا. أبو قدري. أيوة. فرن لازم يتفتش. إيه تفضلوا فتشوا. عسكري كاتن. حاضر. تفضل تفضل. شريف. نقدر نكمل الشغل يا أفندي؟
اشتغلوا ونحن نشتغل. والعمال روحوا. يلا يا شباب يلا على الشغل. شعل بيت النار معلم. وقصت علم على جنابك على مهل شوي. قصدي فطر الأفندية. الأفندية ضيوفي هذا مو شغلك. شعل بيت النار خلينا ناكل بدنا نمشي. يا ورطان وين الشاي؟ شو صار بالشاي يا ورطان؟ شاي جاهز مامي. يلا بدنا نسقي الأفندية شاي. ايه حاضر يلا يا شباب عملوا لكم همة بدنا نلحق طلبية الخبز للجيش اتأخرنا. جيب لك الوقت مشان تشعل بيت النار يا معلم. انت فوت لجوا ساعد الشباب خلي يستعجلوا. بدك تطلع من وكرك يا جميل. عملت يا حقير كلب حقير حرامي. أمي يا أمي خير يا بنتي. جميل يا أمي جميل. اشربي مي حتى حالي ما اختلف. اشربي. سلامتك يا حبيبتي. بس انتو هيك عم تأخرونا الشغل يا أفندي. أبو كادري خلصنا بقى نحن غير مسؤول عن تأخير. إذا صار شيء بتقتل الشاويش والعسكري وبحطهم ببيت النار. صدى اثنين خليك جاهز. جميل أنا صرت مضطر شعل النار سامحني. على كل حال الفرن بده نص ساعة حتى يحمى بلكي بنقدر نعمل شيء ونطالعك. وإذا ما قدرنا اطلع وربك بحلها. هات الوقت يا ورطان. يلا يا شباب أنا شعلت. إني حاسة حالي رح أختنق ما بعرف شو صاير لي. لك بدي أطلع وشو ما بدي يصير يصير. أبو كادري وقت تحويح هذا فراري هذه فيها مسؤوليات كبيرة وإذا حصل هالشي خبرنا أول بأول. إخبارية كاذبة يا أفندي. عسكري كهتان. حاضر. فتش بيت النار. مو أنا يا معلمي. الله وكيلك مو أنا. نظم 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 هو اللي بلغ عن جميل. داخل شعر بيت النار ما هيك؟ مو قصدي يا معلم مو قصدي. بس نعمل يا كلب. الله وكيلك ما دخلني يا معلم. بدك جاي يطلع ويوقع بقى. أعوذ بالله أنا ما قصدي يا معلمي. ما بدي أحرق. التوبي بدي أحرق والبادي أصلا. التوبي يا معلمي التوبي.
يا معلمي. لا اقتل يا معلمي، انا ما دخلني. الله وكيلك ما دخلني يا معلمي، الله وكيلك ما دخلني. بدي اهرك يا كلب والبادي اصلا. مرة ثانية بدي شوي